موسم لا ينتهي أكثر من 335 يوم، الموسم لا يتوقف. النادي الأهلي عليه ضغوط شديدة جدا، بطولة دوري عام صعبة جدا، بطولة كأس مصر صعبة جدا، مشاركة في البطولة العربية لأسباب وطنية وأسباب كثيرة جدا، مصر تحتضن العرب ولا يمكن أن مصر تحتضن العرب بدون مشاركة النادي الأهلي. كل هذه الصعوبات التي واجهت النادي الأهلي خلال هذا الموسم، صراحة يعني أنا دائم الإشادة بأنيس الشعلالي مخطط الأحمال، لأن طبعا الراجل ده السنة ده دي شايف نجم اللي ما شافوش في مجهول، العالم. ده نجم مجهول يعني، معلوش أضواء كثيرة جدا، لأنه هو عامل فرق مع لاعبي النادي الأهلي ومع فريق النادي الأهلي، وأنه النادي الأهلي بيقدر يلعب لغاية الدقيقة 121 بلياقته المعتادة، ويقدر لعبته تواصل عطائها وكده، وفي حين أن الآخرين ممكن لياقتهم تقل. فأعتقد هنا ده في بطل أو فارس مجهول يجب أن ينسب له الفضل الذي يستحقه يعني. دكتور ياسر، هل يحدث في العالم ان الموسم يفضل يعني هذه المدة الطويلة دون اي توقف ودون اي راحات؟ وانا شايف ان سؤال حضرتك ده سؤال مستفز، زي انتقادات اللي بتقال على النادي الاهلي، لانه هو في ايه في مصر طبيعي عشان نتحدث عما هو غير طبيعي؟ يعني كل حاجه عندنا ما بتحصلش في العالم، يعني كل حاجه عندنا، يعني ما مش حكايه الموسم الطويل او الموسم الممتد او الموسم الذي لا ينتهي، كل حاجه عندنا بتبقى غير، احنا بنلعب غير حاجه تانية منطقية. وبنشتغل في حاجه تانية وعايشين في منطقه تانية غير العالم. العالم احنا اكتفينا ان احنا نتفرج عليه تلفزيونيا، لكن واقعنا ده شيء اخر. ما بناخدش المطلوب. طب دكتور ياسر، من الطبيعي النادي الاهلي في بدايه السيزون ممكن ينتقد حتى وان كان يكسب وان كان متصدر لبطوله الدوري، ولكن بعد بطوله الدوري ابتدت الانتقادات وابتدت الاتهامات، واللعيبه اللي ما بتلعبش وما بتلعبش ليه، واللعيبه الكبيره والمشاكل، وده راح يسخن ما سخنش، وده عمل مشكله في اوضه اللبس، والكلام ده كله طلع بعيد تماما عن الصحه. كيف رايت هذه الاتهامات بعد تتويج النادي الاهلي بالثنائيه واستمرت نفس المنهج الاتهامات والانتقادات؟ بص، في اصوات لن ترضى، وفي اصوات لن تقبل باي اقرار لبطوله او انتصار للنادي الاهلي، وفي ناس كانت معتقده اشياء خاطئه ثم تبين لها الصواب وتراجعت عما كانت تزعمه، وده هيظل وضع قائم طول الوقت، مش مع النادي الاهلي بس، مع اي حد، لانه مساله رضاء الجميع عنك او مساله قبول الجميع بك ده امر مستحيل على كل المستويات وبكل الزوايا. ففي ناس مش هترضى عن النادي الاهلي ولن تقبل النادي الاهلي، وستظل تخترع اسباب ودوافع غير حقيقيه تفسر انتصارات وبطولات النادي الاهلي. ده واقع يعني. بس يعني يا دكتور ياسر، البعض كان يقول كابتن حسام البدري مدرب فاشل، ده في ما عملش التغييره الفلانيه، وفي الاخر كابتن حسام بدري بينجح وبياخد البطولات. مجلس الاداره مجلس فاشل، ده ما فيش صفقه جديده النادي الاهلي عملها، والنادي الاهلي بيعمل صفقات اللي هو بيحتاجها، وبنلاقي ان الصفقات دي النادي الاهلي بيحتاجها في التوقيت المناسب في اراحه اللعيبه ودخولهم مره اخرى الى الاجواء مع كابتن حسام البدري عشان يوازن اللعيبه الحمل في نهايه الموسم. وايضا بنلاقي ده يعني في تربص غير منطقي، يعني الوضع العام النادي الاهلي يفوز بالدوري والكاس، اذا النادي الاهلي هو الافضل، ولكن طبعا الانتقادات تظل بنفس المنوال بالفشل وانتساب الفشل لكابتن حسام البدري والمجلس الاداري. تعال نحسبها بهدوء، ما هو المطلوب من مجلس اداره اي نادي يلعب فريقه كره القدم؟ الدعم المادي، انه يبقى معاه فلوس يقدر يشتري اي لعيب النادي محتاجه، يوفر الاستقرار لهذا الجهاز الفني والجهاز الإداري، يوفر مناخ هادئ للاعبين، اللاعبين تتقاضى حقوقها، كل الناس كل واحد عارف حقوقه وعارف واجباته وعارف التزاماته، ومفيش لا فوضى ولا عبث ولا يعني اتهامات لأي أحد، كله عارف مكانه وعارف موقعه وعارف المطلوب منه. ده بالنسبة لمجلس الإدارة، وأعتقد أن مجلس إدارة النادي الأهلي حقق كل ذلك، سواء
الماده الجانب المادي او الجانب النفسي والاستقرار والهدوء. ايه المطلوب من مدير فني لفريق يشارك في بطولتي دوري وكاس فياخذهما بدون هزيمه؟ متى يصبح هذا المدير الفني ناجحا في راي هؤلاء؟ او الافضل. يعني أو من هو الافضل ان كان عندي مدير فني يشارك في بطوله الدوري الطويله جدا ويفوز ببطوله الدوري قبل نهايتها بست او سبع اسابيع ودون هزيمه، وحتى بعدما ضمن الفوز ببطوله الدوري وبدا يشرك لاعبين اخرين ايضا بلا هزيمه، ثم يفوز ببطوله الكاس بلا هزيمه، ثم يواصل مشواره الافريقي. يعني طب ايه المطلوب من كابتن حسام البدري اكثر من ذلك حتى يعترف هؤلاء بقدره ونجاح حسام البدري؟ طب دكتور ياسر، هل اصبح التقييم مبني على مبدا الحب والكره؟ يعني انا بحب كابتن حسام البدري اذا هو الافضل، وانا لا احب كابتن حسام البدري اذا فهو مدرب غير ناجح؟ في بعض الاحيان او معظم الاحيان بيكون التقييم شخصي ووفق المزاج والهوى. يعني وزي ما بقول لحضرتك، هو مش قضيه حسام البدري او مجلس اداره فقط، يعني هو بشكل عام احنا بقينا كمجتمع نحاول او بنحب تغييب المنطق وتغييب العقل ونحكم ونصدر احكامنا وفق المزاج والهوى. يعني احنا دكتور ياسر في 2017